من الصعب للطيران العماني يرجع الى سوق مسقط الاوراق الماليه في الفتره القادمه. انا ما ابغى اتكلم، احنا محتاجين اليوم، احنا عندنا برنامج لاعاده هيكله الطيران للسنوات القادمه يفوق المليار ريال عماني. انا هذا الحكومه ما راح اطخ لي، لكن اذا كنت انا قادر اثبت للحكومه اني عندي برامج نمو، انا عندي مصادر دخل ثانيه، عندي وسائل تمويل اخرى، عندي هذا البيت متو جالس فيه، عندي صناديق استثماريه، عندي صكوك، عندي بونز، عندي كثير ادوات وتولز استثماريه بامكاني استخدمها، واحنا الحمد لله نشتغل عليها. موضوع طبعا السياحه، للمعلومه انه الاستراتيجيه الطيران مبنيه على قطاعين. قطاع الطيران هو قطاع ممكن لقطاع السياحه والقطاع اللوجستي. قطاع الطيران ما درايفنج سيكتور، نسميه الانيبلنج سيكتور. احنا في عمل مباشر، يمكن اذا ماشي بيوم شبه اسبوعي مع وزاره السياحه. اعدنا استراتيجيه الطيران العماني ببناء قدرات داخل الطيران العماني بناء على الاستراتيجيه الوطنيه للسياحه. اليوم انا موجود عندي على مستوى محطاتي مجموعه من الناس اللي يشتغلوا في قطاع السياحه بمسمى الطيران. عندي ناس يشتغلوا في المؤتمرات، عندي ناس يشتغلوا في المعارض، عندي ناس يشتغلوا في اشياء ثانيه، فقط عشان يزيدوا حركه المسافرين لعمان. نفس الحاجه الحين نعيد على هيكله استراتيجيه معينه مع وزاره السياحه في شق معين من من من, من الجانب السياحي، يعني يمكن ما يذكر الحديث لحد ما يتبنى ونروح نحقق، يعني نحصل فيه الموافقات اللازمه. فحقيقه هذا القطاع اصبح من اهم القطاعات المتصل، يعني المتصل والوثيق مع قطاع الطيران، اذا كان فعلا قطاع الطيران يريد ينجح. هي فقط الحين نويت انا ارجع شويه، اذا كنتم بتقولوا من الشفافيه انا اقول دائما شويه، احنا في الحكومه لازم شويه نعطي القطاعات الاخرى تدخل في شغلنا، بمعنى ما تدخل في شغلنا من ناحيه ان تاخذ يعني اختصاصاتنا او تاخذ هذه الاشياء، لا ندخل في شغلنا بحيث ان وي انتجريت، يعني نشتغل مع بعض، يعني لازم نتفهم الطرف الاخر ايش الحاجه من وجودي انا عشان ان انا اشتغل معك، لانه هذه هي واحده من اداره التغيير. الى اليوم شيء من الجهات بعد اصبحت ما تتقبل وجودك انت كمؤسسه كشركه انك تشتغل في قطاعاتها، ولكن انا اقول لك مع الفكر الجديد، مع وجود بعض الاشخاص اللي هم الانيبرس الحكومه، انا اقول لك الحمد لله احنا عندنا انجازات في المجموعه ما احنا حققناها لولا وجود ناس مساندين في وزارات. يعني ناس كانوا يدعمونا من ضمنها وزاره السياحه، من ضمنها وزاره النقل، اسياد، وزاره الماليه، جهات اخرى. يعني هذا ذي فلور ذا فلور فور اس، احنا نمشي عليه. لكن لولا وجودهم هم باتخاذ القرارات كان صعب. قطاعين مهمات بالنسبه لنا، قطاع السياحه والقطاع اللوجستي. وي ار درايفنج اور سيكتور توورد ذير جروث. هذا الشيء اللي احنا جالسين نشتغل عليه. في كان اخر سؤال، يعني اسمح لي، انت كنت سالت عن الموظفين وتوزيع المبالغ وانتجاز. هذا اخر سؤال، طبعا بالنسبه للموظفين انا هذه اول مره اسمع هالمعلومه ان في 5%. إذا كان أنا وعدك إذا كان في 5% هذا موجودين خارج المجموعة، اعتبرهم من بكرة أنهم ما موجودين موظفين في الطيران العماني. إنزين؟ لأن هذا الموضوع واجد خطير، أنا أول مرة أسمع عنه. إنزين؟ لكن أنا على حسب أني ما متأكد منه أني ما في عندي 5% من الموظفين في الطيران العماني. أشيع عن الطيران العماني أن الطيران العماني ممتلئ بالموظفين الإداريين، هذا الكلام ما صحيح. الطيران العماني نسبة الموظفين فيه اليوم من نسبة المصاريف العامة 18%. إذا رجعت إلى كل شركات الخليج وإلى كل شركات الطيران العالمية، البنش مارك من 21 إلى 34% من قيمة التكلفة، تكلفة الموظفين.
نحن اليوم تكلفة الموظفين من حجم التشغيل مالنا في 2017 18%. نسبة تكلفة الموظفين إلى نسبة التشغيل في أول كوتر وثاني كوتر من هذه السنة يمثلون 15.4. فحقيقة نسبة الموظفين في الطيران العماني هي نسبة غير عالية. إنزين، من قبل كانت الناس تتكلم عن نسبة الموظفين عالية في الطيران العماني لأن كانوا معي خدمات الطيران. اليوم خدمات الطيران أصبح تلقيها مستقلة، أصبح أكبر شركة في قطاع الطيران توظف هي خدمات الطيران. إنزين، لكن هذا مسألة إن إحنا نسرح الموظفين وكذا، هذا يمكن ناس بيشتغلوا معي أنا أكثر واحد يعرفوني إن هذا الموضوع يعني ما أسمح به أبداً بتاتا. هو يتكلم عن الديدوود، أي يتكلم عن ما في حد ديدوود، ما في حد ديدوود، ما في حد ديدوود. إنزين، في قدرات معينة هذه القدرات محتاجة لها تأهيل وهذا إحنا أثبتناها. إنزين، في عندك شوف يعني حتى لما جينا نعين رئيس تنفيذي على مستوى الطيران العماني أول ما أشيع حالنا إن ما في كفاءات داخل الطيران العماني بإمكان أن تكون تنفيذيين على مستوى القطاع. بالفعل أثبتنا إنه في وجود شباب عمانيين قادرين. CEO اللي موجود الحين على الطيران العماني من وين جاي؟ من وين جاي؟ جاي من الطيران العماني. من اللي حقق هذا النمو؟ ترى ما مصطفى ولا موظفين المجموعة. إنزين، هذا حق CEO والتيم ماله مال الطيران العماني. نسبة التشغيل الإنجنييرنج، أفضل إنجنييرنج معنا اليوم في المنطقة كقسم هندسة موجود في الطيران العماني، أكثر من 95% منه موظفين عمانيين. هل هذا ما عندهم قدرات؟ هذا ما عندهم قدرات. لكن إيش المشكلة اللي موجودة معنا؟ المشكلة اللي موجودة معنا يعني إحنا نقول في السابق كنا نستخدم بعض الدوائر كدمبينج يارد، اليوم هذا الدمبينج يارد صار ما موجود. اليوم أنا صارت عندي مشكلة جوهرية كبيرة إني ما عندي قدرات، صرت شبابي أخذهم وأدربهم وأعلمهم وأهيئهم. إنزين، لكن لا نفس الحاجة ما ننسى، أنا ما أتكلم تراني عن شركة فيها 200 موظف، أتكلم عن 10,000 شخص موجود في شركاتي، أتكلم أنا مسؤول عن 15 شخص في الكستمر إكسبيرينس. لازم يفهموا إنه هذا القطاع قطاع خدمي، يعني لما يقدم الخدمة يقدمها بابتسامة سواء كان الشرطي ولا موظف الكستم ولا موظف البلدي ولا موظف المطار. يعني العتب ما فقط بس على موظف المطار. فيا أخوان صراحة يعني أنا أقولكم شيء واحد، طيران العماني يمكن تكلمت عن مرحلة التحديات، أنا أقولك ليش أنا أتكلم عن الأشياء البوزيتيف. كل ما تكلمت عن النيجاتيف فايبس عن الأشياء السلبية توقع في المحيط السلبي. إذا كنا إحنا بالفعل مؤثرين وإحنا إيجابيين ونبعد إطار السلبي عن نفسنا ونبغى نكون قادة للنجاح، خلونا شوي نركز في الجانب الإيجابي. إنزين، يعني تركيزنا في الجانب السلبي this would bring us. يعني صراحة عمان كفاها مقالات وتويتر ومسجز بالجانب السلبي. أي واحد يدخل المطار ينتقد، واحد يدخل المسجد ما في حد يساند الثاني. يعني أنا أقول لك كمية الداعمين اللي موجودين أصبحوا قليلين. ليش؟ لأن كمية المؤثرين السلبيين بدوا يكثروا. يعني واحد يكتب كلمة بس 10 يصدقوه، 15 يعملوها واتساب. ليش؟ ترى كلنا إحنا مؤتمنين على هذه الرسالة. يعني هذا الرجال إنزين يتكلم دائما باسم عمان باسم الوطن، في النهاية واحد ما عاجب إنه موسى الفرعي يروح يطلع عنه مسبوح حتى مقالة. ترى نفس الحاجة ما معناته ألف عماني يروح يعلق على موسى. لا، قبل أنت رجع واسأل موسى، رجع واسأل الطرف الثاني. أنا أقول نفس الحاجة، من الطيب إن هالناس ترجع وتسأل القطاع. من اليوم اللي يملك المجموعة تملكها وزارة المالية، من اللي عنده البيانات وزارة المالية. هل في يوم من الأيام مجلس الشورى ولا أي جهة ثانية اللي هي مسؤولة عن القطاعات الاستثمارية طلبت معلومة وإحنا ترددنا إن نعطيها وزارة ونعطيها هذه الجهات؟ لا، أبوابنا مفتوحة. لكن يا جماعة الخير في بعض المعلومات تراها it's a commercial sensitive. يعني أنا ما بإمكاني أجيب أوراقي وأعلن شيء من أرقامي لأن عندي تراني competitors في السوق يسمعوني يوم أقول كلمة. أنا يوم أقرر أفتح خط واحد ألاحظ اليوم الثاني دراسة ثانية مسوية في مكان ثاني. This is part of our commercial business intelligence. فمن فضلكم إحنا محتاجين دعم. We need your energy of positive power. هذا اللي محتاجينه.